على كل حال كما هو يعني معلن عنه، حديثنا عن الصلاة والأنبياء. أعتقد أنه ممكن هذا العنوان هذا ندخل له من مداخل مختلفة، لكن الإخوة والأخوات اليوم أنا بغي نتكلم معكم على الصلاة يعني بلغة مختلفة. بغي نتكلم على بعض الأمور مهمة جدا، وغتكون الصلاة والأنبياء مدخل إليها، لأن أنا عندي واحد العقيدة الإخوة والأخوات في هذه المسألة ديال التعبدات بلها العقائد، أننا أمام محاولة للمزاحمة. واش كنقصد بالمزاحمة الإخوة والأخوات؟ انتبهوا معايا مزيان، الكلام هذا راه أعتقد أنه خطير ومهم جدا تكونوا كتعرفوه، وأنا ما كنقولوش هكذا وكان، بل يعني لخبرة وممارسة وطول بحث. كل مسألة من مسائل الشريعة إلا وستجدون إبليس قائما عندها يحاول أن يناقضها. ونحد مرة الإخوان والأخوات كان ثر انتباه لي واحد الكلام ديال أبو بكر بن العربي المالكي، مفاده أن إبليس قصد إلى وضع شريعة مناقضة لشرائع الأنبياء. ديك الحقد اللي هبط فيه في قلبه وهبط به إلى الأرض، وديك الكبر والرغبة في، قل سميها أنت انتقام، الرغبة في الإفساد وإدخال آدم وزوجه وإدخال الذرية ديال آدم والزوج ديالو إلى النار، هذا الأمر هذا يشغل باله. هو هابط من الجنة بسخط من الله تعالى، وهو يعني الفكرة دياله كله يدور حول إفساد أديان الناس، وبطبيعة الحال إفساد كل ما يخدم التدين على الأرض. ولذلك ألاحظوا مثلا أنه يقصد إلى إفساد الأسرة. راه إبليس بدأ الإخوان والأخوات ماشي جا مباشرة كيتكلم على الشذوذ، لا، هو بدأ في الأول بتصغير مفهوم الأسرة، بمعنى أصبحت هذه الأسرة المتسعة الكبيرة اللي كانت عندنا في العالم، يعني صارت الآن أسرة نووية فيها الأب والأم، وكيعلقنا في ديك اللوحات مصورين الأب والأم وولد وبنيته، معنى هذه هي الأسرة النموذجية اللي مفروض أي واحد يبغيها، منقطعة عن باقي الأسر الأخرى اللي هي تكون الأسرة الكبيرة، الأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وهكذا. بعد ذلك غادي يدخل إلى الأسرة ليفسد هذه الأسرة النووية، يريد أن يفجرها من الداخل. طبيعة الحال هو يسعى إلى تحصيل الطلاق في البيوت ويفرح بذلك كما ورد في الحديث، وإلا فإنه يسعى بطرق أخرى مختلفة، مثلا إلى أن يعوض الأسرة المكونة من زوج وزوجة إلى أسرة مكونة من رجل ورجل، امرأة ومرأة، أو أن يعوض الأسرة بعلاقات أخرى خارج نطاق الأسرة، خارج النطاق الشرعي ديال العلاقة بين الرجل والمرأة، واللي كتعرفوا بطبيعة الحال، وهو الأمر الذي يسعى له واحد المجموعة ديال الخدام ديالو في بلاد المسلمين، كيتكلموا باللغة ديالنا بطبيعة الحال. هذه واحدة من الأمور، ولذلك هو يسعى إلى وضع تعبدات وشرائع في مناقضة التعبدات والشرائع التي نزل بها الوحي على الأنبياء، الاختلاف في شرائعهم بطبيعة الحال. والصلاة لم تنجو من ذلك. انتبهوا معايا الإخوان والأخوات من هذه المسألة. حنا ملي كنتكلموا على الصلاة غتسمعوا الناس كيقولوا بأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهذا الأمر غادي نفصلوا فيه يعني انطلاقا مما نعرفه نحن من علاقة الأنبياء أو النبوة بصفة عامة بالصلاة. وهي أيضا الإخوان والأخوات صلة بين الإنسان المؤمن وبين الأنبياء، ده مهم جدا. ثم هي صلة بين العبد وبين أخيه، بمعنى الصلاة واحد النوع ديال الربط بين جميع مكونات الدين، بمعنى الإنسان مع الإنسان، الإنسان مع الأنبياء مع النبوة، ثم الإنسان مع خالقه اللي هو الله تبارك وتعالى. بمعنى الأمر خطير،
والصلاة هي روح وأم الشريعة، وفيها تصب أنهار العقيدة. ديك العقائد اللي كنعتقد احنا كاملين ستجدها صابة في هذه الصلاة. اللي يعرف يلاحظ المقاصد ديال الصلاة ولا ما يجده الإنسان المصلي سيكتشف أن مجموعة العقائد كلها تحل في هذه الصلاة، يجدها الإنسان في نفسه ويستحضرها الجنة والنار، الأنبياء، الملائكة، الجن، وهكذا. هذه مدوى الإخوة والأخوات، ولذلك أرجو الانتباه. الصلاة عبادة من العبادات النبوية، بمعنى هي ليست عبادة تخص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لا، هي عبادة تخص الأنبياء كلهم، وأقول كلهم. ولذلك غادي يكون إبليس وأعوانه من الجن والإنس من أفراد ومؤسسات غادي يكونوا حريصين على إفسادها، بل ومناقضتها بما سيسوغ للناس أخذه باعتباره نوعا من أنواع الصلاة عوض الصلاة التي نصليها نحن. فالأمر ليس لعبا. الله تبارك وتعالى يقول ويتحدث ويذكر ما قاله عيسى عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنه ربهم. قال الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هي وصية ربانية لعيسى، وليس لعيسى بطبيعة الحال وحده، وراه حتى الأنبياء الآخرون عندهم هذه الوصية حاضرة. أنا غنلاحظوا هذه المسألة ويلفت النظر ديالك قول الله تعالى هنا: ما دمت حيا، بمعنى الصلاة لا تترك أبدا إلا إذا مات ابن آدم، أما الصلاة للحي فلا يتركها مهما كان حاله، ولو يكون مريض ولو صلى فقط بعينيه يكون ممدود مشلول يصلي، لأن الأمر الإخوان والأخوات خطير، والصلاة تعني الأمر الكبير. ولذلك كان أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، هي العصمة الكبرى، بدونها يخرج الإنسان من عصمة الله تبارك وتعالى له طبعا ويخطئ، لكن العصمة من أذى الشياطين وأذى الجهل والأمية الدينية، لأن الصلاة دائما تدفع إلى مزيد معرفة ومزيد تعبد ومزيد تعلق بالله تبارك وتعالى. هدا عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى، حنا دابا كتشوفهم الإخوان والأخوات طريقة الصلاة ديالهم كيف نية، باش تعرفوا ما الذي استطاع أن يفعله إبليس في هذه الفرقة. الآن صارت الصلاة عندهم ما فيها لا حركات ولا قيام ولا سجود ولا ركوع ولا تشي حاجة، فقط عندهم دعاء في أي مكان في أي وقت بدون شروط، كي لا قبلة ولا طهارة، هي فقط أدعية يمجدون فيها الرب يسوع كما يقول عليه الصلاة والسلام، ويطلبون طلباتهم من الله تبارك وتعالى باعتبار أن يسوع الرب هو الله تعالى، تعالى الله عن اعتقادهم هذا علوا كبيرا. الصلاة فيها جملة أمور تحقق مقاصد. أول هذه المقاصد هي إظهار الخضوع. إذا كان عندك شي بيك ورقة كتبها، لأن على هذا الشيء غنبنيو. إظهار الخضوع لله تبارك وتعالى، إظهار الخضوع. طبيعة الحال إبليس سيسعى إلى ألا يظهر الناس الخضوع لله تبارك وتعالى، ولذلك يحاربه الصلاة، ما بغيش ويشوف شي واحد يخضع لله تبارك وتعالى أبدا. هذه وحدة. الأمر الآخر هو تحصيل الطمأنينة في النفس، ولذلك هو إبليس يسعى إلى ألا تحصل الطمأنينة النفسية إلا بالطريقة التي هو يريدها ليتمكن من نفسك. كيعمل لك بحال شي بروغرام كيدخلو لك أنت كتقبلو كيدخل عليك. حنا غنشوفو هاد المسألة. الأمر الآخر من مقاصد الصلاة أيضا هو الدعاء
بمعنى أن تطلب من الله تبارك وتعالى ما تريد. ولذلك الشيطان سيحاول فصلك عن الله تبارك وتعالى حتى لا تجد جهة تطلب منها. المقصد الرابع هو أن الصلاة طريق إلى تحصيل المعرفة، بمعنى أن الله تعالى يعين المصلي على تحقيق المسالك الصحيحة للوصول إلى المعارف الصحيحة، لأن الصلاة تنقي الفكرة وتطهره وتزكيه وتعينه على تحقيق مناطات حقائق الأشياء، بمعنى المصلي حقيقي كجبر عنده قدرة على التركيز صفاء ذهن كيستطع أنه يحصل المعرفة. غادي يدخل إبليس من هنا وسوف يحاول أيضا إفساد هذا المقصد، احنا غادي نشوفه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. إذن كاين القبلة ها هي. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي أن الصلاة لهذه الأمة التي على رأسها موسى وعلى رأسها أخوه هارون معه يؤيده ويقويه ويشد أثره، هذه الأمة اللي هي أمة بني إسرائيل، الصلاة جزء من تمكينها في الأرض وبشر المؤمنين، بمعنى الصلاة ليست أمرا يخص الفرد فقط بل يخص الأمة، وكلما انتشرت الصلاة في الأمة كلما قويت، ولذلك يسعى إبليس إلى تقليل انتشارها في الأمة حتى تضعفها. ولاحظوا الإخوان كيف يتحرك إبليس حول الصلاة، يضربها من كل جهة من كل مدخل، كلما وجهت وجهك إلى الصلاة من طريق تجد عونا من أعوان إبليس سواء كان جنا أو إنسان قليلا كثيرا مؤسسات أو أفراد يسعون إلى الدخول إلى الصلاة وإسقاطها وإفسادها وإعدامها وإزالتها من الفكر المسلم من العقل من الممارسة. إذن ها هو موسى سيد بني إسرائيل وسيدنا من أنبياء الله تبارك وتعالى. اليهود الإخوة اليوم يكاد الجميع ينحرف على هذه المسألة في عموم اليهود، إلا بعض الطوائف رأينا أنهم يقومون ببعض الحركات التي تشبه صلاتنا نحن، وهذا يؤكد على أننا متفقون زيادة على العقائد، متفقون مع أتباع الأنبياء في أصول حركات الصلاة وفي هيئتها وشكلها، في القيام والركوع والسجود والدعاء وغير ذلك. العجيب في الأمر الإخوان والأخوات هو أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شاف موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام في قبريهما وهما قائمان يصليان، بمعنى أن القيام جزء من الصلاة عند الأنبياء. ومن الأمور اللطائف أن عيسى عليه الصلاة والسلام الوقت اللي غادي ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق سيصلي خلف إمام المسلمين، يعني سيصلي بصلاة نعرفها ويعرف هو أنها تقام بمجموعة من الهيئات والصفات توافق صلاتنا، بمعنى هو ربما كان يصلي بتلك الطريقة وعلمه الله تبارك وتعالى قبل أن ينزل. احنا شنو عندنا الإخوان الآن؟ عندنا واحد الظاهرة الآن تنتشر في العالم الإسلامي وخصوصا في المغرب، وهي بعض النوادي والدور والأماكن المخصصة لما يسمى بجلسات التأمل لميديتاسيون أو لا اليوغا سميها ما شئت، وهذه يعتقدونهم أنها أفضل الطرق لتحصيل ما يسمونها، وسمعوا العبارة دي غتجبروها بزاف، السلام الداخلي. السلام الداخلي، والعبارة هذه وضعوها في مقابل الاطمئنان بذكر الله تبارك وتعالى، الاطمئنان الذي يحصل بالصلاة وهي لغتنا نحن المسلمين،
جعلوا عوضها السلام الداخلي. وكيف يحصل هذا السلام الداخلي؟ بالصلاة الإسلامية؟ لا أبدا، يحصل بجلسات التأمل، باليوغا، بتنفس معين، بهيئة وجلسة معينة. إذن من الذي فعل هذا؟ واضح أن هناك من يسعى إلى زحزحة المسلمين، وهذو مسلمون في المغرب الإخوان. وكاين واحد أنا ما عرفتش من شمن تير راجاش من الأرض، لهجة ديالو ربما لبنانية ولا شي حاجة، إلى 2000 ربما 2021 آخر نشاط أعرفه له، كان في الدار البيضاء، هو ماشي مغربي الأصل ديالو، في الدار البيضاء، وكان كيعمل عمليات ديال جلسات ديال التأمل لتحصيل هذا السلام الداخلي واستنزال ما يسميه هو بالنور. وكتجبر ديك الناس هذوك غالبهم لا يصلي، لكنهم ميلوهم إلى ممارسة أنواع من سميها أنت الصلوات، لأنهم يقصدون بها كما نقصد نحن بالصلاة الاتصال بالله تبارك وتعالى. هم يتصلون بما يسمونه هم بالقوة أو بالطاقة الكبرى المطلقة المنتشرة في الكون. إذن ها احنا عود، لاحظوا الإخوان والأخوات، إذن ها هما الناس يزحزحون عن هذه المقاصد إلى مقاصد تشبهها توازيها لكن تناقضها تماما. شو معنى الطاقة المنتشرة في الكون؟ بل إن بعضهم يقدم بعض الحركات أثناء هذه العبادات اللي كونتمبلاسيون ولا لي ميديتاسيون للاتصال بمخلوقات. وسمعت أنا بعض اللي كيمارسوا التنمية البشرية اليوم، واحد اللبناني أعتقد كتكلم على الاتصال بكائنات فضائية، وسنأتي إلى الحديث شي وقت إن شاء الله تعالى على الكائنات الفضائية شنو هي، لأنه في السنوات الأخيرة تقارير كثيرة تخرج من مؤسسات أمنية وعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها، يعني بدأت المعلومات تظهر وتخرج وبدأت تتشكل واحد الصورة. يمكن أن نتحدث إن شاء الله تعالى عن ملخصها وخلاصتها وعلاقتها بمعارفنا نحن في ديننا. إذن هذه هي الصلاة. إذن نستمر مع الأنبياء وشوفوا محل الصلاة عندهم. الله تبارك وتعالى مثلا يقول في زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لأن يعني القيام الإخوان هو غالبا ما يملأ الصلاة، خاصة في قيام الليل. والسجود بطبيعة الحال هو أقرب ما يكون العبد إلى ربه، وإبليس عنده مشكل كبير مع السجود، هو ما بغاش يسجد سجدة التوقير والاحترام لآدم عليه الصلاة والسلام، ولا يريد لأحد أن يسجد لله تبارك وتعالى، ويسعى إلى أن لا يصلي الناس. لا، أول شيء عنده يعني خطة استراتيجية يعمل لها ضمن واحد استراتيجية أوسع. اللي مثير في الانتباه هو أن يبدو أن صفة الصلاة كانت مشتركة بين الأنبياء جميعا، ومن أدلة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وتخيلوا معي الآن لوقع الحديث هذا على أذهانكم كيف ستتصورون الأمر، قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتأجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، سواء هكذا ولا هكذا ولا هكذا. هذه الصفة على ظاهر الحديث هي صفة صلاة الأنبياء جميعا، أي أنهم كانوا كلهم يقفون أو كانوا كلهم يقفون هكذا، يصلون هكذا، يركعون يسجدون. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى في مريم، قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن إلى حدود زمن مريم كان هناك ركوع وسجود في صلاة الأنبياء، وهذا الأمر هذا تفعله هي وهي في المعبد، أو قل في المسجد، أو قل في المحراب، ما نختلفش في العبارة، لكن اللي كيهمنا هو أن هذه الصفات كانت صفات الصلاة عند كل الأنبياء. بل إن شرط الوضوء والوقت أيضا كان مشتركا بين الأنبياء. وأنا أقول لكم الأحاديث وأنتم غتكملوا الصورة الآن، يعني لتعلموا أن
إبليس يحاول أن يهدم الصلاة ليخرجها من قائمة أفعال المسلمين، وقد يعني نجح في ذلك إلى حد كبير جدا. في الحديث أن جبريل حينما جاء ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام بيلو الأوقات، قال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين، لكن كيجي يصلي في النهار الأولي في أول وقت مثلا الصبح أو الظهر، الظهر مثلا، وغدا كيجي يصلي في آخر وقت الظهر، وقال له ما بين هذين صلاة، قال هذا وقت الأنبياء قبلك، هذا وقت الأنبياء قبلك. إذن كان الأنبياء يصلون أيضا بنفس الطريقة بنفس التوقيت. كذلك الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ يبين للصحابة صفة الوضوء، قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. إذن كان هناك قبلة ووضوء طهارة، وكان هناك وقت، وكان قيام وركوع وسجود ووضع اليد اليمنى على اليسرى، بمعنى نحن نصلي الصلاة التي كان يصليها ماشي النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل كل الأنبياء. قد يقع اختلافات في أشياء طفيفة، لكن هذه هي أصولها. ما الذي تعنيه الصلاة؟ والحديث على الصلاة إخوان أخوات يعني يطول، لكن ما هو أهم شيء تقوم به الصلاة؟ ما كنتكلمش على الفرض، لأن ممكن نتكلم على المسألة إن شاء الله في وقت لاحق. وكاين واحد العلاقة خطيرة جدا بين الصلاة وبين الحضارة، بين الخلافة في الأرض أي الاستخلاف، بين التمكين والصلاة. وسمعوا معايا هذا الكلام، هذا الله تبارك وتعالى، وانتبهوا معايا ما سيقوله أهل مدين لشعيب عليه الصلاة والسلام. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. دابا هذا القوم شعيب انتبهوا إلى أن صلاة شعيب صفتها وحقيقتها وما فيها الظاهر أنها تناقض الشركة. أش قلت لكم من قبل في الأول على أن العقائد تتجمع وتصب أنهارها في الصلاة. هم لاحظوا ذلك، لاحظوا بأن إقامة الصلاة بالشكل الصحيح بالطريقة الصحيحة يناقض الشرك ويدعو إلى التوحيد. وأمر آخر مهم، هذا أمر يتعلق في العلاقة بين العبد وبين ربه، لكن أمر آخر متعلق بأمر حضاري، مسألة متعلقة بالمجتمع. قالوا له أول نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني صلّيك تصليها وتدعو إليها، هل تمنعنا من أن نتصرف في أموالنا كما نشاء؟ يبدو أن هذه الصلاة وما حولها وما يحوم حولها لا بد أنه سيمنعنا من التصرف في أموالنا كما نشاء، بحيث سنعطي الفقراء حقوقهم وسنسعى إلى الإنفاق في سبيل الله، هذا أمر لا نقبله. إذن إبليس كيعرف يقري الفريخات ديالو، كيقول لهم بالضبط ها هي المقاصد الصلاة، ودوا بالكم يوسوس لهم. أما هما شنو العقل عندهم يفهموا هذا الشيء؟ هو يوحي إليهم، كيعلمهم، كيربيهم، كيوري لهم، كيفتح لهم عينهم زعما، وفي الحقيقة كيطمس لهم عقلهم. هذه الإخوان والأخوات هي الصلاة والأنبياء والسلام الداخلي. ولذلك أنا نعود، الصلاة صلة بين الإنسان وربه، صلة بين الإنسان وأخيه، اش كنمشيو نصلي وحنا الصلاة في الجماعة، وصلة بينه وبين الأنبياء، لأنه هو يمثل امتدادا لخط النبوة، هو من أتباع الأنبياء، ولكي يكون فعلا منتميا إلى هذا الخط لا بد أن يحقق في نفسه إقامة الصلاة لكي يكون منتميا. وأحنا بينكم الإخوة والأخوات أن إبليس يسعى إلى إزاحة الناس عن الصلاة، إما ما يصليوش أو يزيد لهم أمر آخر يعوضهم عن الصلاة بتصرفات وأفعال
وهيئات أخرى كما قلت لكم كحل اللي كيعملوا البوذيين أو الهندوسيون أو غيرهم اليوغا ولا غيرها. وحنا هادشي شفناه ودرسناه وبحثنا فيه وشفنا بأن لا أن اليد ليد إبليس ممدودة في هذه الأمور. ولذلك الإخوان والأخوات احرصوا على الصلاة من تكونوا في الصلاة ديالكم يعلموا أنها صلة من هذه الوجوه، وأنك حينما تصلي وحينما تصلين فإنك في الحقيقة زيادة على ذلك الأمور اللي قلت ديال الاتصالات فإنك تمنعين إبليس من مناقضة شرع الله تبارك وتعالى ومقاصد الصلاة في الإنسان والأمة. فأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، هذه أول يعني ظهور في هذه الصفحة المباركة النهر الجاري. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لحسن الاستقاء حسن الإصغاء والفهم والنشر أيضا. حذروا الناس من ترك الصلاة، حذروهم من هذه الوجوه بهذه الطريقة اللي قلت لكم زيادة على ما ورد من التحذير في الأحاديث. نزلوا في الصورة الواسعة تكون البانوراما كبيرة، اشرحوا لهم السياق للحديث عن الصلاة، ليس الأمر هينا يعني كما قد يبدو لبعض الناس. ربما قد يصل إلى أسماعكم أن بعض الجهات فتحت شي نادي ولا شي حاجة، ربما يكون فيها قال لك جلسة تأمل ميديتاسيون فيها اليوغا كذا كذا. حنا في تطوان ربما هادشي باقي ما قربش، لكن في كثير من المدن المغربية هادشي ينتشر. لا أدري إن كان يعني الجهات المسؤولة عينها عليها أم لا، لكن هذه مدخل من مداخل إبليس، لأنهم كيبداو كيعملوا ما يسميه الفرنسيون بلينيسياسيون، كيبداو معاهم تيدخلوا إلى مزالق قبيحة جدا فتفسدوا عقائدهم. فنسأل الله تبارك وتعالى العصمة في الدين وفي في الدين والدنيا والأموال والأهل والأولاد. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشي حلقة أخرى بإذن الله على نفس الطريقة، نتكلم على الصلاة أيضا بنفس الأسلوب، يعني نتحدث عن أمور موجودة الآن ربما لا يعرفها أحد كثير منكم، وعن الصلاة ودورها في إقامة التمكين وحسن إقامة الحضارة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.